اسمع اسمع لهذه العمليه احسنا 71 مركز على مستوى الولايه، من بينهم 14 مركز مخصص لعمال الصحه اللي هما اول من يستفيد من هذه العمليه، لانهم راهم في الخطوط الاماميه لمكافحه هذا الوباء. 14 مركز مخصص لعمال الصحة، 165 شبه طبي، 91 طبيب، و37 إداري اللي يشرفوا على هذه العملية على مستوى الولاية. خصصت كذلك للعملية 7 فرق متنقلة لستلقح إن شاء الله المواطنين الموجودين في المناطق النائية.